شكرا. نحن نحاول دائما تأسيس لتقاليد جديدة من خلال التواصل بالصمام سواء مع المجتمع المدني أو أعضاء المجلس الشعبي الولائي. كانت اليوم سانحة أن قدمنا أول حصيلة الولاية لسنة 2022، وأصريت على تقديم حصيلة 100 يوم من تواجدي على رأس إدارة هذه الولاية. كان فيه مجهود لا يستهان به، سواء تعلق الأمر بإعادة الانطلاق في بعض المشاريع التنموية اللي عندها أولوية وتخص مباشرة الراهن اليومي للمواطن، ناهيك على الانطلاق في بعض المشاريع وتوزيع حصص معتبرة من السكنات التي كانت مجمدة، وكذا رفع التجميد عن بعض العمليات زيادة على تسجيل عمليات تنموية جديدة، من بينها برنامج تنموي تكميلي على عاتق المخطط البلدي للتنمية ب 55 مليار سنتيم تم تبليغه نهاية نوفمبر، إعانة مالية من صندوق ضمان تضامن الجامعات المحلية لدعم حاضرة الولاية لفائدة المؤسسة العمومية للتحسين الحضري من خلال اقتناعات جديد، إعادة انطلاق عمليات كانت مجمدة في قطاع الصحة منذ سنة 2014 وعددها 4 عمليات، إعادة بعث مشروع 2500 سكن عمومي إيجاري تسيره مديرية السكن لصالح الدولة كان متوقفا منذ سنة 2014 وعيد بعثه، تم التأشيرة على 12 شهور من طرف اللجنة القطاعية وسيتم الإعلان عن المناقصة بداية السنة الجديدة. ناهيك عن 500 سكن عمومي إيجاري سوف يتم الانطلاق في الأشغال بعد استكمال الإجراءات الخاصة بملف الهندسة المعمارية. هذا على العموم بعض المؤشرات، دون أن ننسى تسوية وضعية التجزئات العقارية وخاصة تجزئة 973 حصة من التجزئة العقارية المتجددة بظهر الشيح، والتي كانت تبدو للبعض أنها مستحيلة، ولكن بتوفيق من الله وإرادة من الخير وموافقتهم انطلقنا في تجسيد هذه العملية من خلال البدء في تهيئة التجزئة، توطين مشروع عدل، وإعداد العقود لفائدة المستفيدين، وكذا الحصول على 970 إعانة مالية كتحفيز للمستفيدين لبناء سكناتهم، دون إغفال الحديث عن توزيع حصة معتبرة من السكنات الاجتماعية بمناسبة الفاتح نوفمبر وكذا بمناسبة 11 ديسمبر. ناهيك عن الزيارات التي تم ضبطها وقيام بها على مستوى بلدية الولاية والتي سمحت لنا بالوقوف على الواقع التنموي وتسجيل احتياجات الساكنة وإعداد برنامج تنموي خاص بسنة 2023، سواء تعلق الأمر بالبرنامج الخاص الذي سوف يأخذ على عاتق صندوق الضمان وتضامن الجامعات المحلية، أو فيما يتعلق بالبرنامج القطاعي أو المخطط البلدي للتنمية، والذي هو سيكون برنامجا واعدا سيسمح بالتكفل بالعديد من العمليات، دون الحديث عن إقفال واختتام بصفة رسمية برنامج مناطق ظل إلى غاية 31/12/2022. ما توجدش ولا عملية واحدة باسم مناطق ظل. ناهيك عن تطهير مدونة العمليات، حيث قفزت نسبة الاستهلاك إلى حوالي 97% بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية، وأكثر من 87% بالنسبة للبرنامج القطاعي الغير ممركز، وهذه خطوة محمودة نأمل أن يتضاعف الجهد خلال سنة 2023 بما يضمن بتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين الأعزاء. تطرقت إلى قضية الطريق الوطني رقم 6 وقضية يعني تماطل المؤسسة في هذا المجال. هو في الحقيقة غادة التنصيب على رأس الولاية لاحظنا يعني اهتراء طرقات على مستوى مدينة سعيدة، جندنا مبلغ مالي معتبر ولجأنا إلى مؤسسة عمومية للقيام بأشغال تسطيحات وإعادة تلبيس طرقات على مستوى مدينة سعيدة من خلال اللجوء إلى صيغة تراضي بسيط، ولكن أداء هذه المؤسسة لأكثر من شهرين لم يرقى إلى مستوى الرضا سواء مصالح الولاية أو حتى المواطنين الذين أبدوا تضمرهم من طماطم هذه المؤسسة في إنجاز الأشغال المؤكلة لها. خذنا قرار توقيف الأشغال لما لاحظنا بأن نفس المؤسسة والتي لم تستطع إنجاز بعض الكيلومترات داخل المدينة بادرت بالذهاب بعيدا وشاركت في مناقصة تتعلق بازدواجية الطريق الرابط بين سعيدة والبيض.
المؤسسة تعيش ظروفا مالية صعبة، حاولنا أن نساعدها، ولكن ليس في الإمكان أننا نغامر ونمنحها صفقة ستكون فاشلة بكل المقاييس بالنظر لوضع المؤسسة المذكورة.